حالات الطلاق شيء لا يستوعب عقل من كثرتها، ولما تسأل الناس المختصة يقول لك بتستغرب أنه واحد مطلق زوجته والله أنه خسر ريال مدريد، واو هي تشجع المنتخب الفلاني، وواحد كل البعد عن الله سبحانه وتعالى، كل البعد عن الله سبحانه وتعالى، واحد ضارب زوجته ما إلا ضارب منها، واحد راشنها بتيزاب، تيزاب يمكن قرأته عنه، تيزاب مو السبب، قال الشربة زايدة عليها الملح، تيزاب يا الظالم تيزاب، يعني ما هذا؟ هذا لو كان فيه خشية من الله سبحانه وتعالى هل ممكن يسوي شيء من هذا القبيل؟ أسألكم بالله، لو كان في قلبه ذرة من خشية الله ممكن يسوي كذلك؟ ما ممكن. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم.